يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من النار. أيها الأحبة، نقف اليوم معكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس معادن، فمنهم السهل المنبسط اللين السهل، ومنهم الصعب المنقبض الشديد، ومنهم الشجاع الجري المقدام، ومنهم الجبان العاجز، منهم الكريم الصخي، ومنهم البخيل الشحيح، منهم السمح الصفوح، ومنهم المستقصي شديد الخصومة، ومنهم المتأني الصبور الحليم، ومنهم الأحمق الغضوب المتسرع، ومنهم المتواضع، ومنهم المتكبر. وكلما استقام الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى علما وعملا وقولا وفعلا باطنا وظاهرا، طابت صفاته وطبائعه وأخلاقه، وبذلك تغلب عليه صفة الملائكة طهرا وعفة وصفاء ورفعة. وكان ممن قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم طهر قلوبنا واجعلنا ممن يلقاك سليما. My dear brothers and sisters, today khutbah is about one of the ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the hadith is in Sahih Muslim, where Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said: people are like mines of gold and silver. Those who were excellent in jahiliyyah, in the time of ignorance, are excellent in Islam when they have the understanding, which means that they understand the religion, their religion. So indeed, people are like metals. Some are easy, soft, and others are mean and hard to deal with. Some are kind and generous, and others are cruel and stingy. Some are forgiving and merciful, while others are unforgiving and ruthless. Some are patient and tolerant. Some are impatient and intolerant. Whenever we strengthen ourselves in our religion with knowledge, in our actions,
our saying from the inner and the outside, our manners and moral will be close to those who are pure and righteous. And we will be under the shadow. We will be under the shadow of those whom Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Quran on the day of resurrection that neither their wealth, their children will benefit them. The only thing will benefit them is clean and pure hearts. Those are the righteous people, those who will be entering Jannah, and those who are the guided one. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who will meet Allah subhanahu wa ta'ala with pure and clean hearts. Allahumma ameen. Idhan fa miqyasu sharaf wal rif'atu wal takrim ayyuha al ahibba huwa al taqwa, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ma'dan al tayyib wal akhlaq al karima. Amma al asl والنسب والقبيلة والعشيرة والجنسية وغيرها كلها معايير مادية معايير تنتهي وتزول فأصل البشر واحد كلنا من آدم كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فكلنا من آدم وآدم من تراب وأكرمنا عند الله سبحانه وتعالى هو أتقانا لله سبحانه وتعالى فإن تقسيم الناس إلى أسر وعشائر وشعوب وقبائل إنما هو للتعارف للتعارف والتآلف لا للفرقة والتفاخر أو العلو والتناحر قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الناس يختلفون في توارث صفات الأخلاق فمنهم الصالح الذي يأتي من ذريته الصالح والفاسد كابني آدم عليه السلام قابيل وهابيل ومنهم السيء الذي يأتي من بعده صالح كآزر الذي كان يصنع الأصنام وابنه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ومنهم الصالح يأتي من بعد خلفه سيء كنوح عليه السلام وابنه كنعان ومنهم الصالح وخلفه صالح وخلفه صالح كداود وابن وسليمان عليهم السلام ومنهم السيء يأتي بمثله جيل بعد جيل يعني سيء من بعد سيء كقوم نوح الذي قال عليهم إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وهذا لوط ومنهم من يختلط الصالح مع الطالح فهذا لوط عليه السلام لكن زوجته من معدن خبيث وكانت غير مؤمنة بالله وهذه آسيا بنت مزاحم الطاهرة المؤمنة وزوجها من؟ إنه فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذا عكرمة ابن أبي جهل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه من؟ أبوه فرعون الأمة وهذا صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أبوه؟ كان أمية ابن خلف وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعمه من عمه؟ إنه أبو لهب فتعالوا بنا أيها الأحبة نقف ولو لبضع دقائق أن نتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يصف الله لنا هذه الأصناف أصناف الناس عند الله سبحانه وتعالى فقد قسم الله سبحانه وتعالى أصناف الناس إلى 9 أقسام 8 منها في النار
وصنف واحد ذكره الله سبحانه وتعالى بخير، وهم الصنف الذي يبشره الله سبحانه وتعالى بالجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. My dear brothers and sisters, our honor and our greatness is based on taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, on the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and in our inner behavior and good manners. This is our greatness and our honor. It has nothing to do from where we come from, or nationalities, or our descendants, or our family, or our tribe. It has nothing to do with that. Because all what I just mentioned now, it will be gone. But the only thing will remain in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is our fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The way we fear Allah subhanahu wa ta'ala. This is what will remain in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what will be held accountable on the day of resurrection. Because as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, our father and mother, they are Adam and Hawa alayhim as-salam. And we are all created from dust. And the only thing which has a value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it's what's inside our heart. This is the most precious thing that Allah subhanahu wa ta'ala will hold accountable each one of us. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala, when you look to the people who come either after us or before us, it depends. We will find people whom Allah subhanahu wa ta'ala blessed with children both. There are children who are righteous and children who are sinful. Like Adam alayhi salam. His sons, one of them was righteous and the other one was sinful. And some of the prophets, you will find that they had either one son or one father who was not righteous. When you look to Ibrahim alayhi salam, he was a righteous son. But his father was the one who used to make idols, Azar. And when you look to Nuh alayhi salam, he was a prophet. And you look to his son Kan'an, he was disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala. And when you looked in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, some of the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, they were son of tyrant or people who used to oppress people at that time. Like Safwan, his father was Umayyah ibn Khalaf. Safwan, his son. So it depends. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala blessed the children with the righteous one and sometimes with sinful children. So that's why it is our duty to ask Allah subhanahu wa ta'ala to make our children those who follow the righteous path, those who follow the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who will hold the flag of Islam, those who will hold their Islamic identity, fearing nobody else except Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we pray Allah subhanahu wa ta'ala on a daily basis, on every day. Then, and I said also that Allah subhanahu wa ta'ala, when we read the Quran, He defined people and make them in nine types. There are nine type of people. Eight of them will be in the hellfire. And only one who will be saved by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because they have their inner, their inside, their hearts is pure and clean. They're not people of double faces. They're not hypocrites. They are straightforward. They fear only Allah subhanahu wa ta'ala. They worship only Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what we're going to talk about in this Jumu'ah and maybe in the next Jumu'ah, talking about those nine peoples that Allah subhanahu wa ta'ala defined in the Quran. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the people who will be granted Jannah on the day of resurrection. إذن الصنف الأول من الناس
هؤلاء هم المنافقون الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى أنفسهم وعلى الناس جميعا. هم من يعيش تحت ظل النفاق والخداع والكذب. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم المنافقون، يتظاهرون بالإسلام وباطنهم الكفر والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم، لأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض. هؤلاء مرضى، مرض عضال خطير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم وأن لا يجعل قلوبنا مرضى كما مرض هؤلاء. The first type of people that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran are those people who are hypocrites and liars. They live under the shadow of hypocrisy and lying. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned them in Surah Al-Baqarah at the beginning, where Allah subhanahu wa ta'ala said, and there are some people who say, we believe in Allah and the last day, and they are not at all believers. They deceive Allah and those who believe, but they are only deceiving themselves and realize it not. In their hearts is a disease, and Allah increased their disease. A painful punishment is theirs because the lie. This is their life. Whatever they say, it's a lie. Whatever they do, it's a lie. Even their action, it's not true. They will pray. They will give zakat. But they are not doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They are showing that they are Muslim, but in their hearts, they are disbelievers. This is a disease. It is called a disease by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because it's so dangerous. Because what you see, it's not what you believe. What you do is not what you believe. And this is something very dangerous. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to make us among this type of people. Because these people, they will be punished by Allah subhanahu wa ta'ala a severe punishment. As I said, whatever they do, whatever they say, that's not the truth. Because in their hearts, they have the disbelief of Allah subhanahu wa ta'ala and His prophets and His messengers. It's not the disbelief of people. They don't care about people. They try to pay attention of the people, but whatever they are doing is to deceive themselves. They are not deceiving anybody else, but they are deceiving themselves. We ask Allah subhanahu wa ta'ala not to make us among those type of people. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما الصنف الثاني من الناس، من هو واقع في أشد أنواع الظلم، حيث يساوي حبه لله سبحانه وتعالى وحبه لغيره، فيكون بذلك قد اتخذ من دون الله أندادا، أي أنه يدعي حب الله سبحانه وتعالى، ولكنه تجد أنه يحب أشياء أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى. قد يحب الدنيا أكثر ممن يحب الله، قد يحب أهله وذويه أكثر ممن يحب الله سبحانه وتعالى، قد يحب معلمه أكثر ممن يحب الله سبحانه وتعالى، قد يحب صاحب شغله أكثر ممن يحب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يظنون أنهم
يحبون الله سبحانه وتعالى ولكنهم في الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون هؤلاء الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى. كيف؟ هل يساوي حب الله سبحانه وتعالى أي شيء في هذه الدنيا؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ممن سواهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنك تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن تحب والديك وأبنائك وزوجك والدنيا كلها. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى وأحببت النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعت أوامر الله سبحانه وتعالى، وانتهيت عن نواهي الله سبحانه وتعالى، ولم تحب الدنيا أكثر من أي شيء. فإذا أحببت الله كنت ممن صدق الله سبحانه وتعالى، وإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كنت ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ليس كلاما فقط. فاحذر أنك تحب أي شيء في هذه الدنيا وتساوي معه الله سبحانه وتعالى، فتدخل ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأما المؤمنون فقال الله تعالى عنهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. The second type, my dear brothers and sisters, are those who make equal the love of Allah subhanahu wa ta'ala and loving anything other than Allah subhanahu wa ta'ala. It could be their parents, their children, their wife, anything else in this dunya. They will make it equal to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Those are not loving Allah subhanahu wa ta'ala the way Allah subhanahu wa ta'ala should be loved. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your iman is not complete unless you love Allah subhanahu wa ta'ala and you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam more than your parents, more than your children, more than anything in this life. If you love anything more than Allah subhanahu wa ta'ala or equal to Allah subhanahu wa ta'ala, then you are associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. This is not right. And if we say that we love Allah subhanahu wa ta'ala, it means that we have to obey Allah subhanahu wa ta'ala in anything Allah commands us to do, and that we have to stop anything that Allah subhanahu wa ta'ala forbade us to do, and that we have to take the Prophet sallallahu alaihi wasallam as our model, as our example. If we do so, then we are loving Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam more than anything else. If we make it equal, then may Allah subhanahu wa ta'ala guide us to correct ourselves, because this is something wrong and this is not what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Baqarah by saying, yet there are men who take for worship others besides Allah subhanahu wa ta'ala as equal to Allah. They love them as they should love Allah subhanahu wa ta'ala. But those who are believers and true in faith are overflowing in their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They love Allah subhanahu wa ta'ala more than anything else. If only the unrighteous could see, behold, they would see the penalty that Allah subhanahu wa ta'ala will give them on the day of resurrection. Why? Because they are not loving Allah subhanahu wa ta'ala the way Allah subhanahu wa ta'ala asked them to do. أما الصنف الثالث من الناس وهو من الناس من هو سريع الاضطراب سريع المنقلب ضعيف الإرادة يخشى الناس أكثر من أن يخشى الله سبحانه وتعالى، فلا يضحي من أجل الله سبحانه وتعالى ولا لدينه ولا يثبت على إيمانه. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر الله نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هؤلاء الناس كما قلنا يعني سريعون في الاضطراب والتغير، إذا رأوا أن كفة المؤمنين غلبت يقولون كنا معكم، أما إذا رأوا كفة الكفار قد غلبت فيقولون ألم نكن معكم. مذبذبين لا يعلمون أي صف قد يتمسكوا به، فهؤلاء هم شر الناس كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فاحذر أيها المؤمن أن تكون من هؤلاء. The third type, my dear brothers and sisters, and I will conclude with this. The third type are those people whose heart are very easy to turn, weak in their personality, fear people more than anything else. Their fear is for the people. It's not the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So they will not sacrifice anything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created them, or for their religion. They will not do anything from that. Why? Because they fear people. They do not fear Allah subhanahu wa ta'ala. So they are able to change their religion just for worldly thing. This is the third type. They have no fear of Allah subhanahu wa ta'ala. If the people will be all against them, they will say, oh, we are not Muslim. I'm not a Muslim. I'm a disbeliever. And if they will see that the Muslim are in the victory, they will say, didn't we help you? Didn't we were among your rows? This is what they will see. They have the fear of the people. And we as a Muslim, we believe that when it comes to the fear, we should fear Allah subhanahu wa ta'ala more than anyone else. Even if the whole mankind are against us, there should be no fear except the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is our strong belief, that even if all mankind are turning away from us, or they are getting together against us, we're not going to get harmed. Because we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is protecting us. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. Are we going to stay firm or we're going to change our religion? I'm not Muslim. So this is my message. We have to be very careful. When it comes to the fear, we fear nobody else in earth. Even if people are going to torture us or put us in jail or wherever, we are going to stay by saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. And if we die by this way, Allah subhanahu wa ta'ala will grant us Jannah. Why? Because we didn't fear anybody else. We are fearing only Allah, the one who created us. And He is the only one that we should fear, nobody else. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن علمنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام please trade the line close the gaps اتموا الصف الأول فالأول ولا تدعوا فرجة للشيطان يتخللها please complete the first line and do not leave any gap in between ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولا تنسوا إخوانكم المرضى بالشفاء والموتى بالمغفرة والرحمة والمستضعفين بالنصر بإذن الله don't forget all the brothers and sisters those who are sick May Allah subhanahu wa ta'ala grant them with cure. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on those who passed away. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant victory for those who are oppressed. كما أننا نخص بالذكر العم جميل أحمد فهو في المستشفى في حالة يعني حرجة فنسأل الله subhanahu wa ta'ala أن يشافيه وأن يعافيه. ونسأل الله subhanahu wa ta'ala أن يغفر وأن يرحم الأخ أبو سيدو فقد توفي في الأردن الأسبوع الماضي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق ذويه الصبر والاحتساب A special dua for Uncle Jamil Ahmed He is in the hospital We ask Allah سبحانه وتعالى to cure him and bring him back to his family healthy And a special dua for Abu Sidu who passed away last week We ask Allah سبحانه وتعالى to have mercy on him and grant his family with patience الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله